كلنا نوقف نطالع في المراية وما نطالع شي فينا، كلنا قصة تخاف من البداية ومن نهايتها الحزينة. والحياة متى بنشوفك مرة ثانية يا منى؟ لا تقاطعينا عاد. إن شاء الله كل مغرب أمر عليك يا خالتي، لا تحاتين. مشكورة يا حبيبتي وحياك الله. حبيت الكعبة يا يمه. يلا مع السلامة خالتي. أمانة الله. الله حافظك. يقولون فارس من سيف جبار، لكن عمري بحياتي ما شفت اللي جبروته أكثر منك. ما حد وقف بوجهي وصرخ بكل قوة وقال وقف عند حدك يا ظالم وريوله ثابتة على الأرض ثبات الجبال غيرك انتي. بس مع الأسف قلتيها متأخر وايد،
حتى مهره يوم صرخت وقالتها لي وهي تطردني من البيت، قالتها وهي ترجف من راسها لريولها من الخوف. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عمي، ممكن أتكلم معاك شوي؟ منى، خلالك الباب مبطل، بس شو بتقولي له وهو بهالحالة؟ بقول لك اللي في قلبي، هذه أنسب وقت. راجع نفسك يا عمي، بتلاقي الشرارة اللي شعلت النار بحياتكم قاعدة تحصد اللي قدامها، والله يعلم لوين بتوصل. أرض المزارع اللي أخذتوها من صاحبها بالحرام صدقت سيف، وفرحتك فيه عمت عينك خلتك تمشي بطريق الحرام بريولك. سيف، سيف اللي ما أدري هو ضحيتي ولا هو الجاني علي. الاثنين يا عمي، سيف ضحية لجبروتك، جنى على نفسه وعليك وعلى كل الناس. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربك كريم ورحيم يا عمي، للحين معطيك القوة والصحة ومطول بعمرك، معطيك فرصة جديدة علشان تكفر عن كل ذنوبك. بيدك يا عمي، بيدك انك ترفع الظلم عن نفسك وعن كل الناس اللي ظلمتهم. بيدك انك ترجع لإنسانيتك وترجع حقوق الناس. وهذا يرجع لي بنتي، بنتك اللي خسرتها حق من حقوق الناس اللي برقبتك يا عمي. تلاحق عمرك واغتنم الفرصة اللي الله عطاك إياها قبل لا تخسر غيرها. منى، وين بتروحين يا منى؟ قلت كل اللي عندي وبريت ذمتي قدام رب العالمين وقدامك. بس هذا همك؟ أرجع أرض المزارع لصاحبها، شرطك اللي شرطيه علينا. كل همي أنت يا عمي، أرض المزارع أخرزها في مصباح طويل. روح حق عيسى بن صالح أخذ بالحضن وعطى كل حقوقه، روح تنازل عن حقك في الدم وارحم هالمسكين راي العالية الله يرحمها اللي ما له ذنب، عشان تنزل عليك رحمة رب العالمين. رحت حق عيسى بن صالح، ولده طردني من على الباب. إيش عاد؟
روح له مرة ومرتين وأمية. اشتر رضا المظلوم يا عمي عشان تخلص من حقه في الدنيا وفي الآخرة. يلا عن إذنك. بسرعة يا صالح، بسرعة قول اللي عندك وخلصني. اللي عندي ينشاف ما ينسمع. أنا أتوقع رعيت ظروفك بما فيه الكفاية وعطيتك فرصة كافية عشان تنسين فيها كل أحزانك. وشنو هذا الشيء اللي ينشاف بكوفي شوب؟ تفضلي شوفي شنو داخل. هذه صورتي يا بنت فارس بن سيف. هذه صورتك بأوضاع مخلة وفاضحة. هذه الصور اللي لو طاحت بيد حد بتجيب العار لك انت وكل اهلك. نسيتي ولا ذكرتش ان انت بنفسك اللي ما اعطتني كل هالصور؟ انت ايش قاعد تقول؟ كل الصور اللي اعطيتك صور محترمة، ما اعطيتك هالصور. العمي اللي هو العمي لو شاف هالصور بيفتح. سمعيني يا بنت الناس، عندك 3 أيام تردين فيهم أمورك وأغراضك وتنحاشين من بيتكم وتين عندي. بتزوجك بالسر غصبا عن خشم أبوك وكل طوايفة. أنا أقدر أجبرك وأقدر أهدك بهالصور وبالحرام، لكني أنا ولد حلال وأباك أباك على سنة الله ورسوله. نسيت أقولك على شغلة، هذه الصور اللي عندك عندي منهم 1000 نسخة، خلهم عندك انت تذكرين اذا نسيتي ولا حاولتي تلعبين معاي بذيلك. اشوفك ان شاء الله مؤقتا يا بنت فارس بن سيف. سامحني يا حجي سالم. مسامح ربك يا ابو سيف. قولها لي من قلبك وعن طيب خاطر، سامحتك دنيا واخره. اللهم اشهد اني سامحت فارس بن سيف دنيا واخره وبريت من ذنبي اللي في رقبته. هات يدك يا حجي، هات يدك. شنو هذه الأوراق يا أبو سيف؟ هذه ورقة تنازل مني عن أرضك، أرض المزارع اللي خذناها منك. تنازل عن أرض المزارع؟ اي نعم، حقك اللي رجعت لك منى. الله يهداك يا ابو سيف، ومن وين اجيب لك فلوس اللي اشتريت فيها ارض المزارع؟ ما حد يبي منك فلوس ولا حد بيطالبك بشيء، والفلوس اللي اندفعت زكاه على الروح المرحومه عليها.
راضي عني يا حجي؟ راضي راضي يا ابو سيف دنيا واخره، راضي عنك يا ابو سيف دنيا واخره، دنيا واخره يا ابو سيف دنيا واخره. جزاك الله خير. رخصتك. وين طالع ابو سيف؟ غدانا منشوب. ابو سيف ابو سيف ابو سيف. ليش ساكت؟ الله يخليك طمني ريحني. صار شيء بقضية مشعل؟ اي نعم يا عبد اللطيف صار. احكموا على ولدي. المحكمة بعدها. عيل عيل شو اللي صار؟ شو الجديد في القضية؟ اليوم فارس بن سيف تنازل عن حقه في القضية. تنازل عن حقه في القضية؟ ليش انت كلمته؟ اي ويته بيني اكلمه وانا ولدي قاتل بنته. انا من يوم اللي صار فيه اللي صار أنا لا شفته ولا كلمته. فوق ذي كله صار أكرم مني وكسر عيني بشهامته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عمي أنا هين معلوم هذه مزرعة مال أنت، لكن أنا يريد شوية تايم عشان يشيل سامان مالنا. شيل سامانك وين تروح؟ بابا عمي فارس يقول إذا جماعة ما يريد أنت يجلس داخل بيت معاش مال أنت يمشي. أنا يقول أكيد هذا جماعة ما يريد أنا عقب هذا مصيبة أنا يسوي. وإذا الجماعة يبغونك وما يبغونك تطلع من المزرعة؟ والله عمي يريد أنا يشتغل عندك أرباب؟ لكن عمي انا مالي وجع عقب هذا مصيبه انا يسوي. لا انت عليك بياض الوجه، احنا جربناك يوم تحرس المزرعه وامن منك ما بنلاقي. لا تذكر يا حجي سالم تجيب لنا شوزن الحين بعد. انا اجيب شوزن؟ انا ما اجيب شوزن بابا. اذا انا اجيب شوزن قطع ركبه مالنا قطعه قطعه. تفزروا تفزروا تفزروا. حياكم الله حياكم الله. أبو سيدك أبو سيدك شوفي اللي حل.
هالبيت مو ناقص فضيحة ثانية، تهد كل اللي باقي فيه. ايش فضيحته؟ حبيبتي اهدي شوي وعلميني ايش السالفة. لا أنت يا يما ولا إحنا رح ننساها ولا رح نقدر ننساها، في النهاية لازم نسلم بالمقدر والمكتوب، هذا أمر الله. أقدر أنسى أن أبوك هو السبب؟ أبوي صاير من كسرته جثة تمشي على الأرض لا فيها روح ولا عقل يسيرها، والوحيدة اللي قدرت تكلمه ورد عليها هي منى. ويمكن يمه اللي شافت قدامة صابرة ومتحملة يقدر أبوي يقوى ويرجع يعيش حياته. ما أقدر أشوفه ولا أقدر أطالع بعينه. زين حتى عقب اللي قالت لك منى عن اللي سواه أبوي، كان يقول كفارة وزكاة عن روح المرحومة، هالشي ما ريحت شوي؟ ريحني بس ما واساني. الله يحفظها هالبنت، هذه بس اللي قدرت تغير موازين البيت. ليت هيات من زمان. مع ان منى موصيتني اني ما اقول لك الحين لين ما تطلعين من اللي انتي فيه عشان تقدر تشوف الفرحه اللي بعيونك، بس انا راح اقول لك يمكن الشيء هذا يخفف عنك. خاشين شي عني انتي منى؟ منى حامل يما. معقولة؟ صالح ولد عيسى بن صالح يسوي كذي؟ أنا مو قادرة أصدق ولا أرى. معقولة جنون الانتقام يحاول إلى وحش بشري مثل هذا وبهالإجرام؟ ليش أنا سويت له؟ وشنو ذنبي عشان يدبرني ويدبر كل اللي حولي؟ خلاص حبيبتي لا تحاتي، أنا بتصرف، خلي هالموضوع علي. إيش بتسوين يا منى؟ أنا خافي نفذ تهديده. أنت ما شفتي شلون يكلمني؟ مو صالح اللي أعرفه واللي حبيته. الحقد عام عيونه ورغبته في الانتقام ما لها حدود. أنت ليه الحين تحبينه يا ميثا؟ ما أدري ما أدري يا منى ما أدري. هذه صورة واحدة خالتي ما قدرت تدقق فيها ثواني، فما بالك يا عمي لو شافت باقي الصور. أنا للحين مو فاهم شو السالفة، شو فيها الصور هذه؟ هذه صور ميثة بنت فارس بن سيف، عطتهم لولدك صالح مثل ما عطته مشاعرها وقلبها من قبل، لأنها وثقت فيه وحبتها حب عفيف وشريف وهو بعد حبها. ما أدري إذا كنت تعرف عن هالسالفة أو لا. أعرف يا منى، وأمه بعد تعرف، وأنا طلبتها رسمي من أبوها. بس إيش فيهم الصور؟ حلبنا هي مرت بحياتنا مثل نسمة الهواء الباردة بعز الصيف،
أسمع صوتها بكل زاوية في هالبيت. وين ما أروح أشوف صورتها قدامي. الله يخليك، خل كل شيء بمكانه بغرفتها. جوهراتها، لبسها وأغراضها، أهلها أو اللي فيهم، على الأقل نرجع لهم شيء من ريحتها. وأهلها محتاجين؟ الأصول تقول كذي، وكفاية إن أبوها تنازل عن حقه الشرعي. يلا قومي، خلينا نلم كل أغراضها ونشوف شلون نقدر نوصلها لهم. قومي. هو ليش سوى كذي؟ رغم ان ابوه محلف انه ما يتعرض حق فارس وولده. انا اسفه يا عمي، بس فارس بن سيف من درى عن الحقيقه يالك ليه هني عند البيت علشان يعتذر لك ويرجع لك حقك، بس للاسف ولدك صالح طرده من عند الباب عقب ما اهانه. فارس يعني البيت؟ السلام عليكم. تعال يا صالح. نعم يبا. يا الندل يا القسيس، سود الله وجهك، يا خسارة تربيتي فيك. ألف الحمد لله على سلامتك يا يما. الله يسلمك. احنا نترخص عاد. يا بنات خلونا نمشي ونخلي منى شوي ترتاح. الحين ساعة 2 الظهر، إن شاء الله عقب العصر بنمر عليك. إن شاء الله. يلا في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا ابو سيف. الحمد لله على سلامتك يا منى. الله يسلمك يا عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. سميتوها؟ ليه الحين ما سموها؟ سميناها الحين يا عمي، سميناها عليا. طول عمرك غلطتنا يا منى، الله يخليها لكم تتربى في عزكم. وبحياتك يا عمي.
منى يا بنيتي، أنا سمعتك ونفذت كل طلباتك. أحلفك بالله سبحانه وتعالى وبرأس الغاليين عندك، لا تردين طلباتي لو ما كانت، حتى لو الحين ما عرفتيها. إن شاء الله، أوعدك يا عمي. تفضلي. شنو ذي؟ هذا توكيل مني لك علشان تديرين كل ما أملك من شركات وعقارات وتتصرفين فيها. بس يا عمي انت وعدتيني يا منى، والطلب الثاني أوكلك، وهذا دين برقبتك قدام رب العالمين. أبيك تردين اعتبار عيسى بن صالح وتراضين عني ومني. أنا ما برتاح إلا إذا قعد على الكرسي وفي مكتبي. والشيء الثالث، ريلك سيف إذا كان جاني فهو ضحية أبوه بنفس الوقت. سامحيه يا بنيتي، سامحيه وتمسكي به طول العمر. سيف كان وياي في المحكمة لما سوينا التوكيل ويبت وياي. حياك يا سيف، حياك. شوف بنتك، مبروك ما ياك. الحمد لله على سلامتك يا بنيتي. الله يسلمك يا يوبا. وعدتي وفيت يا بنت ام الخير، عدتي وفيت يا دكتورة. مبروك يا أحلى دكتورة، رفعتي راسنا وبيضتي ويوهنا. أنت اللي وجهك خير علي يا أخوي. ألف مبروك يا دكتورتنا، أنت تستاهلين كل خير حبيبتي منى. الله يبارك في حياتك. فرحاني يبا؟ مستانس لأني خذيت شهادة الدكتورة وحققت حلمي وحلمك؟ إلا طاير من الفرح. أنت يا بنتي فرحانة؟ أنا بفرحتك يا يبا. وهالدموع هذه شو تسمينها؟ وراسك الغالي دموع فرح. بس أحس بين كل دموع الفرح هذه في دمعة حزن واحدة. تمنيت ان رايلي يكون معاي يهنيني يبارك لي. بس مو مهم، اهم شيء الشهاده هذه لك انت وبس يا ابو صقر. أبوك يا ماما ما شفته قدامي بأحلى وأغلى نجاحاتي،
تبين انت تشوفينا بحفلة عيد ميلادك؟ هذه بالنسبة لمناسبة تعرفها. يلا ماما خلنا ننزل لهم، ترى كلهم ناطرينك. ما بي ليش ابوي ما يحفلة عيد ميلادي؟ ابوك مشغول يا ماما، بس قال لي اني اقول لك يحبك وايد وشرى لك هديه حلوه بتستانسين عليها وايد. ابوي كله مشغول مشغول. يلا يما يلا. كم عمرك الحين يا بنتي يا علية؟ 5 سنوات، إن شاء الله كل العمر كله. علية، تعالي يما. تعالي يا حبيبتي. كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله أشوفك عروس، قولي آمين. حبيبتي. يدتي وين يدي؟ هذا احنا صرنا بروحنا. يلا قول لي شو الموضوع اللي بتكلمني فيه؟ بصراحه ابي اتزوج. اخيرا اخيرا قلبي الشاعر دق ومال وغرق ببحر الحب. هذه الساعه المباركه. بس المشكله ابوي. ايش مشكله ابوك؟ ابوش لما استوعب زواجك وبعدك عنه اخذ وقت، وبعدين تعود والحياه مشت وقضيناها انا وياه مع بعض، شلون اتزوج واتركه وابعد انا الثاني ويبقى بروحه؟ ومن قال لك انه بيتم بروحه؟ في البداية كان رافض ان تيون معاي بحجة ان انت معاه، بس الحين ما له عذر. ابوك بيسكن عندي وبحطه في عيوني. ابوك مستحيل يترك بيته مهما حاولتي تقنعينه، وانا ودي اعيش وياه، وبنفس الوقت ما بيثقل علي انا وزوجتي. ابونا كبر يا منى، ومو حمل ازعاج يا هال وصراخه، اذا يوني عيال ان شاء الله. ابوك مال الا بيتي، وانا ملزومه فيه. بنت الحلال اللي بتاخذها مو ملزومه فيه، حتى لو قامت بالواجب معاه مو معناته انها بتكون مثل بنته. صدقيني ما راح يرضى أبونا وإحنا أدرى فيه. اترك الموضوع علي، خلنا الحين نفرح بزواجك وبعدين لازم بنلاقي حل نقنعه فيه. يعني أتوكل على الله وامشي بالموضوع؟ توكل على الله، إحنا ما صدقنا تقرر إنك تتزوج. المهم ما قلت لي من هذه سعيدة الحظ؟ بنت خلفار الكبريت؟ يعني خلت الدير من البنات؟ ليش يبا؟ شلون بعد ليش؟ يعني قبل لا تعرفها قلنا معقولة، بس عقب ما عرفته ما سألت عن أبوها؟ الكبريت تسمع هالاسم هاي تنحاش، شلون يطلع خلفان؟ اي بس بنت خوش بنت. ما اختلفنا والنعم فيها، بس ابوها بيطلع لك قرون. وانت ايش عليك من ابوها؟ احنا علينا من البنت. بعدين يوز عن سوالفك، هذه رفيجك واللي بينك وبينه عشرة عمر. مو هذه مصيبة، انا بدون شيء يناسبني، شلون اللي ناسبته؟ على عدات الدوم بشبه حريجه. وانت شنو شغلتك؟ مو ببو، خلاص عيل، تحمل وشيل عنه. لا والله انتو مشكلتكم اميان قلوب واميان عيون، وما تعرفون تنقون عدل، وفي الاخر مصايبكم كلها تنزل على راسي انا. يعني شنو الحين موافق يبا ولا لا؟ انا اقدر موافق؟ طبعا موافق، ومبروك على المصيبه اللي جايبها لنا. نوقف نطالع في المرايا
ما نطالع شي فينا، كلنا قصة تخاف من البداية ومن نهايتها الحزينة. والحياة خاتمتي.